ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. في أول خروج إعلامي كشف المواطن شفيق الذي يعرف إعلاميا بمثل البوناني عن التفاصيل الكاملة لما وقع له ليلة الاحتفال بحلول السنة الميلادية الجديدة 2019، حينما ظهر في شريط فيديو وهو بلباس نسائي في وقت كانت فيه عناصر الأمن تعتقله. فإذا كان فاجئ واحد المول هذا الدراجة ناعية كيصدم ليا روتروفيزور أغوش، هو ماشي أنا اللي صدمته، هو اللي جاي باغي دوبل وضرب روتروفيزور وإلي غليسي غليسا طاح، ما وقعت ليه حتى شي حاجة، ما كاين لا فغيبوبة، ما وقع ليه حتى شي حاجة، لأنه ناض هز موطورو ومشى. كما كشف مثل البوناني عن حقيقة هروبه بعد حادثة السير الذي ارتكبها وما وقع له داخل مخفر الأمن. الطبيعي كان متفاجئ بأنه كيهز ديك العصا ديالت العصا اللي كتطل رجال الأمن، هرس عليا الزاج ديال الطوموبيل، فاش عوض أنه هو يحميني ولا يجيب شي فطاسات مثلا باغ اكزومبل كاع، واشنا هي الجريمه؟ علاش اصلا يهرس عليا الزاج؟ انه حل عليا الطوموبيل وخرجني دير كيدير بيا الطواف امام الملا الطواف، لانهم هما متواطئين مع الصحافه. وكيفيه تعامل عناصر الشرطه معه وكيفيه تسريب صور ووثائقه الخاصه. حاجه البوليسي اللي قلت لك ديال الضحى جبت التليفون ديالو الشخصي بيرسونيل كيصور فيا بجميع لي بوزيسيون، دور هكا دور هكا دور هكا دور هكا، شتي بأي حق معناها صورني بتليفونو؟ نورمالمون تا بغاو تخداو ليا التصاور خص تجي الشرطة علمية وبلي زاباغاي ديالتهم ديال الشرطة باش نتصور، ماشي بتليفونو ويمشي ويهز لي زيدونتيتي يهزهم تا هما من فوق البيرو ويصورهم، وراه كلشي باين في التصاور راه بلاصة في التصاور ومخرجهم صيفطهم ليا لابخيف. ويتحدث شفيق في ذات الحوار عن الأثار الذي خلفها له هذا الحادث على مستوى العائلي وكيفية تعامل جيرانه في السكن وزملائه في العمل معه والإجراءات التي ينوي القيام بها على مستوى القانون والدولة التي سيطلب اللجوء لها. أنا خصنا غدا بالغضاء إن شاء الله خصنا نشوف ندير أخويا اللجوء الإنساني لشي دولة متحضرة ومتقدمة ومتفتحة واللي كتحافظ على الحقوق الإنسان لي دغوا دلوم واللي كتحافظ على لي سيكري بروفيسيونيل ديال المواطنين ديالها. أما باش نقولها وبكل زعما ولا كنتحسر صراحة كنتحسر على هاد الشيء اللي وقع. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.